شلونك استاذ وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. استاذ وليد انا شيعي من دولة الكويت وحاب اهتدي. الله اكبر، تفضل. طيب انا الأمانة ابس اتعلم يعني الطريقة الصحيحة للدين الاسلامي وبتعلم للصلاة والصوم صح الطريقة الصح الطريقة الصح للصوم؟ لا للصلاة ولل يعني للدين الإسلامي الصحيح دي إن شاء الله حضرتك الإخوة بإذن الله تعالى هيرسلوها لك، يعني هيرسلوا لك فيديوهات بالوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة على الواتساب على رقمك إن شاء الله. حلو. طيب سؤال الحين أنت تحرم اللعن، تقول أن الدين الإسلامي يحرم اللعن والسب والشتم، سؤال يعني استفسار. لا مش كل اللعن، يعني كل واحد واحدة واحدة، مش كل اللعن، يعني في ناس ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش هم عشان ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم احنا ناخد اللعن ونفضل نلعن في الناس كلها. تمام. طيب الحين سؤال، لما الواحد يبي يهتدي تقول له لا تقول لعنة الله على الشيرازية، بنت بأي قانون لا خليتهم ملعونين؟ هقول لك ليه الشيرازية على فكرة، أنا متبع السستانية، بس أنت بأي قانون خليتهم ملعونين؟ لا أنا هقول لك ليه، لأن الشيرازية يقولون بتحريف القرآن ويغالون في علي بن أبي طالب، بل هم ملعونون بكلام الأئمة عندهم. أي والله العظيم، فالأئمة عندهم كالإمام الرضا لعن المغالين، فما بالك بمن يقول بتحريف القرآن؟ معك أنا بكون صريح معك، الشيرازية فيهم شوي تشدد، يعني عندك التطبير، عندك اللي بعضهم يقول لك القرآن محرف، عندك بعضهم مثلا يقول لك إن بعضهم يسب يعني عرض الرسول، هذا حتى لو إن يعني خلها بينك وبين ربك، بس لا تسب عرض الرسول هذا. يعني ما بينه وما بين ربه يسبه ولا ايه؟ لا مو كذي، يعني لو ان مثلا والعياذ بالله ان عائشه فعلت شيء خلها بينها وبين ربها، انت لا تسب، هذا عرض الرسول لا يجوز. خلاص حضرتك خلصت؟ حضرتك خلصت كده؟ اي خلصت. عندك حاجه ثاني؟ اي عندي حاجه ثانيه، تفضل. وليد استاذ وليد علاء المهدوي يبي يناظرك. اتفقنا ومستنيه يرد علي. حاجه تاني يا مهتدي؟ لا مشكور. طب والكذب حلال ولا حرام؟ والله ما كذب، بس انت شكوك، يعني انت رجل شكوك. يلا خير ان شاء الله، شكرا لك.